تعيش المنظومة الرياضية في الجزائر وضعا غير مسبوق في ظل الصراعات والأزمات التي برزت للعلن مؤخرا، معلنة بذلك صراعا من نوع آخر بين أحد قطبي قطاع الرياضة في الجزائر. تأزم الوضع بين الرجل الأول على وزارة الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي واللجنة الأولمبية بات واضحا للعيان بعد سلسلة من التراشق والتلاسن بينهما نتيجة خرجات الوزير الأخيرة التي وصفها ممثل اللجنة الأولمبية عمار برهمية بغير المنطقية. بالتصرفات هذه التصرفات الغير مقبولة تماما، لأن هذا السب والشتم والكذب ما يفيد والو، يقدر يعيشك نهار وشحال تعيا تكذب. أنا نقول للناس اتقوا الله، أحبسوا من الأكاذيب، أحبسوا من البهتان، أحبسوا من قول الزور، أحبسوا من الشهادات الكاذبة. لا يمكن أن تكون هناك مشاكل بين وزارة الشباب والرياضة التي تمثل الدولة مع اللجنة الأولمبية التي تعتبر جمعية، نقطة أخرى لم يتوانى برهمية في الرد عليها. أنا قلت لك الناس برك الغرور، شغل كيحكموا مسؤولية يقول لك أنا هو الدولة ويبدأ يهضروا بالدولة، ما كان والو. كل شيء راح يتغير إن شاء الله ولازم يتغير، لأننا غير ممكن أننا نقولوا بلي نمثل الدولة ونتصرف بهذه الكيفية، لأن النظرة تاع الدولة اللي ما يتكلموا عليها دابور مش الدولة، تكلم لي على مش عارف راك تكلم على جماعة قاعد تفزت حتى في النظرة تاع الجماعة اللي تمثلها أنت هذه. اقبلوا الجزائر على عدة مواعيد كبرى على غرار أولمبياد طوكيو 2020 والألعاب المتوسطية التي ستحتضنها وهران قريبا، أمور أخرى تلزم القائمين على قطاع الرياضة على طي صفحة الخلافات والتفرغ لأمور تبقى أهم لرفع راية الجزائر مستقبلا في المحافل الدولية. لم الشمل والتوحد تحت راية واحدة وهدف واحد يمكن حصره في تشريف الجزائر فحسب، ضرورة قصوى وحتمية ما إذا أردنا احتواء الأزمات الطاحنة الدائرة رحالها بين مختلف أقطاب الرياضة الجزائرية وإنقاذ مستقبل الرياضيين والشباب الذين تعد الرياضة متنفسهما الوحيد.